يقول السائل: ما حكم زواج المسيار؟ زواج المسيار ليس فيه أغراض الزواج المطلوبة، إنما فيه قضاء الشهوة فقط. وين يروحون العيال اللي يجون بين الزوجين؟ من اللي يتولاهم؟ المرأة من اللي يشرف عليها ويحفظها من الضياع؟ ومن تحتاج إلى زوج يقوم عليها وينفق عليها ويحفظها من التسيب، والأولاد يحتاجون من ربيهم عند أبيهم، ما يتركهم مع أمهم، ما يدري وين يروحون. هذا لا يفي، هذا الزواج المسيار لا يفي بأغراض الزواج المطلوبة، وإنما الغرض منه قضاء الشهوة وإعطاء المرأة الحرية. الغرض منها أن تخرج المرأة من سيطرة الزوج، وهذا خلاف ما جاء به الشرع. الشرع يجعل الزوجة تحت رعاية الزوج: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. نعم.